بعزيمة أقوى من الحديد الذي يصبح لينا بين مطرقته وسندانه، وعندما ينفخ كيره يتناول أدواته التقليدية ليصنع أغراضا مختلفة، بل تحفا بالنظر إلى جماليتها وجهده الكبير في إنجازها. هذه حرفة الأجداد ورزق الأولاد. خرجنا الوجود صبنا الأب تاعي يخدم في الحرفة هذه، ما نجدي الله يرحمه كان يسترزق من الحرفة هذه. أيوينا بدينا نتعلموا معاهم، سمعنا الشيء هذا اللي جاء قام به الرئيس، يعني راه مشكور على هذا الشيء، متفائلين إن شاء الله، متفائلين خير يعاوننا، عندنا بزاف الليموية اللي ناقصين. يتفقد بعين وذوق الخبير أعشابا ونباتات عطرية وطبية تنمو بغابات المنطقة ليقطفها ويجمعها بعد ذلك. علي يمتهن حرفة العطارة التقليدية منذ مدة. نقوم بجمع الأعشاب طبية مختلف الأنواع، والكاين اللي عطرية وكاين اللي يخرجوا منها الزيت، وكاين اللي نبيعوها الجمعة وقت الوصل الوقت تاعها، الوقت اللي توجد فيه تاعها في الصيف. ومن خلال قرارات السيد رئيس الجمهورية نستبشروا خير إن شاء الله، باش كما يدعمونا هكا بنقاط تاع بيع جمع وبيع. هذا الشاب ببركات ذكريات الأجداد وما يخرج من بطون النحل الذي يربيه ويرعاه بحرص وحذاقة وحرفية كبيرة. كان الأجداد تاعنا يمارسوا التربية تاع النحل طبعا بالطرق التقليدية، الطرق الحديثة تقريبا عندنا 7 سنين 8 سنين، وننتقلنا للطرق العلمية الحديثة. عندنا العسل اللي نستخرجه هو عسل متعدد الأزهار، عندنا كل الأنواع تاع الأزهار اللي ممكن نوجدوهم، سواء شوكيات ولا إكليل الجبال ولا غيره من الأزهار. وكذلك نعانيو أنه ما عندناش رخص قانونية تسمح لنا أننا نستغلوا المناطق الغابية باش نوضعوا الصناديق تاع النحل تاعنا. ومثل أولئك الحرفيين يسعى أصحاب المهن التقليدية هنا إلى الحفاظ على هذا الموروث بمساعدة ومرافقة الوصاية. في إطار الاتفاقية الممضاة على المستوى المحلي بين مديرية السياحة والصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية وكذا وكالة أناد من أجل مرافقة الحرفيين لتمويل مشاريعهم، وكذا العمل على إدماجهم من خلال تمكينهم من عقار لمزاولة أنشطتهم الحرفية، وهذا على مستوى مناطق النشاطات المصغرة. الحرف هنا في تسمسيلة عصية على الاندثار والضياع رغم كل شيء.